اهلا بكم، اهلا وسهلا في قناة The Professor Karam TV. ودكتور بروفيسور كرم أنيس من الولايات المتحدة الأمريكية، حصريا لايف من أمريكا. وطبعا شكر خاص لجميع المتابعين من داخل جمهورية مصر العربية، كمة الأرض السوداء بلد الحضارة، وأيضا من داخل الولايات المتحدة الأمريكية، الجاليات العربية وجاليات العربية القاطنة والساكنة في شمال أوروبا، السويد، فنلندا، الدنمارك، وجميع الجاليات العربية في بقاع دول العالم المتابعة للبروفيسور الدكتور كرم أنيس. النهاردة هتكلم في موضوع، لو انت تحت 18 سنة انصحك ان انت ما تسمعوش. لو انت ساكن او قاطن في دولة عربية، اللي هتسمعه النهاردة مش هيجي على مزاجك، او بمعنى اصح لو انت عايش في بيئة معينة او سكن معين، او حياتك مش منفتح للعالم بطريقة معينة، ليك فكر معين، ما تسمعش هذه الحلقة. هذه الحلقة تخصص للجاليات العربية في الدول الأجنبية، هيفهموا كتير عنها. وأيضا لو أنت موجود في دولة عربية وفكرك منفتح شوية على الغرب، هتفهم كده حاجات موجودة في الحياة تكاد تكون غريبة عليك بالنسبة لثقافتك. ولو انت من النوع اللي هو بيروح شغل، يصحى من النوم يروح شغله، وبعد كده يجي البيت يروح يزور امه وخالته، يعني ليك العالم المحدود بتاعك، ما تتفرجش عليا، ما تتفرجش عليا، لانك اللي هتسمعه ممكن يفتح لك حاجات كتير في دماغك. فانا ما انصحكش تسمع الحاجات ديت، لكن خليك في العالم اللي انت عايش فيه المحدود بتاعك. النهاردة هتكلم في موضوع مهم جدا. لو جنبك عيل صغير، طفل صغير، ما تخلوش يسمع. ولو جنبك حد تحت 18 سنة موجود في دولة عربية، ما تخلوش يسمع الكلام ده. هتكلم في موضوع جالي من انجلترا النهاردة، وبتسألني، يعني هذه السيدة بتسألني ايه رأيك في ده. هي سيدة انجليزية صديقة ليا، فبتقول لي قول لي ايه رأيك في ده. انا قلت لها رأيي باللغة الانجليزية، ولكن انا احب الشباب اللي موجود في مصر يسمع هذه الحلقة. سميها بقى زي ما تسميها، محلقة، محاضرة، شوف انت تاخدها زي ما تاخدها، لكن بالنسبة لي هي محاضرة، لان انا محاضر. هذا الموضوع اتناقش في التلفزيون الانجليزي، لكن هم ناقشوه بطريقة معينة. وهذا الموضوع ايضا كتب في الجيلي ميل في انجلترا، الجريدة الرسمية في انجلترا، وهو زواج شاب مصري، محمد احمد ابراهيم، بيبلغ من العمر 36 سنة، مع إيريس جونز اللي هي بتبلغ من العمر 81 سنة، تحمل الجنسية البريطانية. احنا عندنا كده اتنين، مين هما؟ واحدة عندها 81 سنة تحمل الجنسية الإنجليزية أو الباسبور الإنجليزي، والطرف الآخر وهو محمد أحمد إبراهيم الذي يبلغ من العمر 36 سنة. فإذن هنا يا سادة عندنا فارق عمر هو حوالي 45 سنة. أولاد إيريس جونز، واحد عنده 54 سنة، واحد عنده 53 سنة. أنا أشرح بالظبط اللي كتب في الجريدة، وأشرح بالظبط اللي اتقال في البرنامج التلفزيوني في بريطانيا، بيفكروا عننا إزاي،
ده مهم جدا. انا ماليش دعوه بالعرب، ماليش دعوه باللي بيتقال في العرب، ماليش دعوه باللي بيتقال في الجرايد العربيه، انا ليا المصدر الاساسي. المصدر الاساسي هنا اللي بيتقال عندها في بلدها، لان تم مقابلتها وتم مقابله الطرف الاخر والاتنين بيتكلموا، فانا عايز اعرف انتوا بتقولوا ايه عننا، انتوا كانجليز شايفين ازاي، شايفين محمد احمد ابراهيم ازاي، بتفكروا عنه ازاي. تعالوا كده نبتدي الحكاية. السوشيال ميديا حقيقة الناس بتتعرف على بعض. محمد احمد ابراهيم قاعد في البيت عنده على الجهاز الديسكتوب بتاعه كمبيوتر، وبيعمل تشات مع هذه السيدة إيريس جونز من انجلترا. طيب بيكلموا في ايه؟ بيكلموا في احد الجروبات الموجودين فيهم دول، الموضوع الرئيسي هو الالحاد. يعني ما بيكلموش في اسلام، ما بيكلموش في مسيحية، ما بيكلموش في يهودية، ما بيكلموش في اي فلسفة من الفلسفات. هما بيكلموا في جروب ملحدين. محمد احمد ابراهيم من اسمه نعرف انه مسلم. إيريس جونز ما نعرفش برضه، مش شرط انها إيريس جونز تدين بالديانة المسيحية، لا طبعا لا، ممكن بتدين بفلسفة معينة نظرا بتسكن وتقطن في انجلترا، لكن جمعهم جروب شات مع بعض بيكلموا في الالحاد. والإلحاد هو إنكار وجود الله. يعني محمد أحمد إبراهيم بينكر وجود الله، وإيريس جونز أيضا بتنكر وجود الله، الاتنين ملحدين بيتكلموا مع بعض، بيتناقشوا مع بعض في مسائل الإلحاد. وهذا ما قيل في الديلي ميل في إنجلترا، ما تقالش في أي جريدة عربية. بيتناقشوا في إيه؟ بيتكلموا في إيه؟ ده اللي اتقال في الديلي ميل. قعدوا يتكلموا مع بعض فترة من الوقت. جه محمد قال لها أنا بحبك، ده الكلام ده بعد أسبوعين من الحديث، أنا بحبك وعايز أشوفك. إحنا بنتكلم في واحدة 81 سنة مطلقة من 40 سنة، جوزها هي طلقته من 40 سنة. فإذا ست بتعاني من العاطفة وفي فجوة عاطفية جواها، الشاب دوت عرف يملاها. يملاها ازاي؟ بيعمل تشات معاها، بيتكلم معاها، فقال لها بعد فترة قصيرة جدا قال لها انا بحبك. قالت له بتحبني؟ طب بس انت ما تعرفنيش، تحبني ازاي؟ اذا كان احنا كنا بنتكلم اصلا يعني فترة صغيرة اسبوعين ثلاث اسابيع. قال لها لا انا ما اعرفش كده، في حاجة كده يعني خطفتني ليكي وحبيتك. طب هي مش قاعدة في ميت غمر، مش قاعدة مثلا تاخد العربية الميكروباص هتروح له، ده فيها طيارة يا حمادة، والطيارة دي يعني فلوس. فقالت له لا أنا هاجي أشوفك. وبالفعل إيريس جونز خدت القرار، قطعت تذكرة الطيارة، نزلت على مصر بال بريتش إيرواي خطوط الجوية البريطانية، وراحت عشان تشوف محمد أحمد إبراهيم في محافظة الجيزة. قابلها فين؟ قابلها في مطار، مطار القاهرة. راح وصفته اللي هو يعني 6.2 inches، اللي هو يعني 6 متر 2 inches، فيعني طويل عنها، هي طبعا قصيرة. طيب قالت لك انا حسيت بحب ما شافتوش، خلي بالك ده كل ده شغل كاميرات، هي بتشوفه من الكاميرا من التشات، هو برضو بيقابلها من التشات، وافتح لي الكاميرا وانا افتح لك الكاميرا وتقابلوا مع بعض. بناء عليه قالت كده في مطار القاهرة انا حسيت ان هو اول ما شفته حسيت كده ان ده فرعون اللي كان في دماغي، حبيته. بعدها فترة قصيرة جدا
قرروا هم يتجوزوا اسبوعين برضو كل حاجة جاية سريعة اسبوعين. قال لك ان احنا لازم نتجوز. خدها طبعا وراها الاهرامات وخدها وراها الجيزة وخدها وراها امه. هي لما راحت لامه امه عندها 70 سنة وخلي بالك إيريس عندها 81 سنة. فالأم فرحت جدا إن ابنها هيتجوز إيريس اللي عنده 81 سنة اللي هو من محافظة الجيزة. فرحت جدا وبركت هذا الجواز. ما تعرفش أولا إن ابنها كان بيتكلم معها في الإلحاد. يعني إحنا عندنا 2 ملحدين خالص. الأم ما تعرفش. الأم شافت واحدة داخل البيت وبتتكلم معها وقالت لها انا حاسه ان بارتياح ليكي غريب. ومحمد قال لها ياما انا مرتاح لها جدا وبحبها. طب يا ابني ربنا يوفقكوا. خلاص الام غلبانه على قدها على قد حالها وخلاص ربنا يبارك هذا الجواز واحنا فرحانين بيكوا. كانوا بيكلموا في ايه ما يعرفوش حاجه الاهل. كانوا الحوار دار عن ايه ما يعرفوش حاجه. لكن قعدوا مع بعض. محمد راح بقى راح يزورها كده الشواطئ وطبعا صور مع بعض وهو شايلها عنده 36 سنة وهي عندها 81 سنة. يعني لما نيجي كده نفكر ممكن قد أمه. أمه عندها 70 سنة بس ممكن تكون قد جدته في نفس العمر ده لو جدته عايشة. ومحمد فرحان جدا 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 وقال لها أنا عايز أروح إنجلترا ودي اللعبة بتبتدي من هنا. لما تلاقي كده خصوصا في إنجلترا ستات كبار سن مع شباب صغير والموضوع ده شائع جدا في الغردقة في الصعيد مصر في شرم الشيخ في دهب في المدن الساحلية. هتلاقي واحدة مثلا 85 سنة مع عيل مثلا 25 سنة واحدة فوق 70 سنة مع واحد عنده 32 سنة. طبعا اقنعها لازم نتجوز. طيب لازم تتجوز ليه حمادة؟ هو طبعا باصص على انجلترا عايز يخرج بره مصر. محمد ما ينفعش ياخد فيزا لوحده. محمد ما ينفعش يخش السفارة البريطانية ياخد فيزا لوحده. ما ينفعش امكانياته ما ينفعش هيترفض وهو عارف كده كويس. فبيخش بطريقة تانية زي غير دلوقتي ملايين الشباب اللي بيسمعوني اللي بيقعدوا على الفيسبوك عشان يعملوا تشات مع ستات أجنبيات الفوق 70 والفوق 80 سنة عشان تيجي مصر تاخده عشان توديه إنجلترا. لكن الحقيقة عايز يخرج بره مصر وعندهم ان بره مصر ده الجنة ان امريكا الجنة وانجلترا الجنة كندا الجنة. وخلي بالك انت هتعيش مع 81 سنة وانت عندك 36 سنة. خشت السفارة بي سفارة بريطانية في القاهرة اترفض. ابتدت السفارة قالت لها لا انت متجوزة قبل كده. قالت لهم اه. قالت لها لا لازم تجيبي ما تعرفش طبعا لازم تجيبي شهادة عدم موانع ان انت تتجوزي مرة اخرى يعني تجيبي شهادة الطلاق بتاعتك. فقالت لهم اه ده انا كنت متجوزة من 40 سنة انا اللي طلقته.
ومعايا منه عائلين. قال لها لازم، قالوا لها لازم تجيب لنا الشهاده ديت. ده فين؟ في السفاره البريطانيه. وطلبوا اوراق كتير جدا من محمد، كتير. ما انت مش عايز تتجوز مع واحده عندها 81 سنه؟ لما راحت انجلترا احد البرامج، طبعا الصحافه هناك كتبت وبطريقه مضحكه وبطريقه سخريه رهيبه من هذا المصري اللي عنده 36 سنه يتزوج من امراه اجنبيه بريطانيه عندها 81 سنة. جابوها في التلفزيون البريطاني. تعالوا نسمع كده الحوار اللي دار ده كده. حوار انا هسمعه ده في التلفزيون البريطاني، بس قبل ما نسمعه مع بعض تعالوا كده اقول لك اتقال ايه في الديلي ميل، الجريدة الرسمية البريطانية. اتقال ايه عشان برضو نعرف احنا بنتكلم مع مين. الكلام اللي هقوله ده، ده اتكتب فيه الديلي ميل في بريطانيا في انجلترا. قالت لك كده، وصفتها، كتبوا عنها. بيقول لك British pensioner 80 tells of incredible sex with Egyptian toy boy 48 years her junior as she prepares to marry him and insists he is not a freeloader who wants her money or UK passport. واحدة طلع على المعاش بريطانية، أسهل كده ترجمة، متقاعدة على المعاش بريطانية تحمل الجنسية البريطانية، بتبلغ من العمر 80 سنة، بتقول بتكلمت قالت ان انا عندي incredible sex، يعني عملت علاقة جنسية رهيبة رهيبة incredible sex، عملت علاقة جنسية فوق الوصف. بص بقى وصفوه بايه، Egyptian toy boy، ودي تضايقنا انا بقى، Egyptian toy boy، صبي مصري 45 years her junior، بس هنا toy boy صبي، بس هم عايزين يقولوا اللعبة بتاعتها، اللعبة الجنسية بتاعتها. ده اللي كتب عن محمد أحمد إبراهيم في الديلي ميل في إنجلترا، ده اللي كتب عنه، قال لك ده لعبة جنسية في إيديها. بعد كده 45 years her junior، فرق السن 45 سنة، as she prepares to marry him، بتتعد. ما طبعا لما قالوا لها هات شهادة الطلاق رجعت انجلترا تاني عشان تجيب الورق ده كله بقى، طلبوا منها حاجات ما اترفض. and insists he's not a freeloader، هو مش حر يعني، مش عايز يتجوزني عشان الفلوس. هي قالت كده، لا 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 لا، هو مش عايز يتجوزني لا على الفلوس ولا عشان ياخد الجواز السفر البريطاني. طيب هنشوف كل ده جاي دلوقتي، كله جاي في السكه، ما تستعجلش، كله جاي. ايري جونز 80 from ويستون سابرمير محمد 35 over فيسبوك. هي 80 سنة
من منطقة ويستن سابر مير قابلت محمد 35 سنة أوفر فيسبوك. قابلوا فين بعض؟ على الفيسبوك سوشيال ميديا. She flew over to Egypt. سافرت مصر in November to meet him in person. راح بقى عشان تقابله ايه؟ شخصيا. And was smitten, يعني وقعت في غرامه. خلي بالك من الكلام والتعبيرات بتاعتهم. The couple decided to marry in Cairo. الاثنين قرروا ان هم يتجوزوا في مصر القاهرة. But she needs her divorce papers. محتاجة الورق الطلاق بتاعها. Pensioner is now planning to return to the country and marry Muhammad. هي دلوقتي ايه؟ في انجلترا. فقررت لما رجع بقى قالت مع نفسها كده وسمع كلام حماده في مصر وقالت لك لا لازم اجيب له الورق عشان اجيبه انجلترا. طيب. Her sons عندها ولدين قلنا 54 و 53 have expressed concern فهم قلق قلقانين عشان امهم. But the pair insists their love is genuine. الاثنين اللي هم الطرفين اللي هو محمد وآيريس قرروا ان حبهم حقيقي. حبهم حقيقي. طيب نيجي لوظيفة ودي لازم تعرفها لما تيجي تتقابل مع أجنبية يعني في مصر. الناس اللي عايزة تسافر يعني لازم تعرف وظيفتها ايه. قالت كده ديلي ميل ان هي شغالة فورمر كلينر يعني عاملة نظافة في انجلترا. طيب لما هي عاملة نظافة في انجلترا السن ده بره ما حدش بيشتغل فيه. هي بتفضل شغاله طول عمرها المفروض تحط 20 سنه يعني عايز تطلع معاش تطلع. بس هنا عندنا حد اشتغل طول عمره بيشتغل وطلعت معاش تاخد معاش من الدوله ده اللي قالته. وبتاخد حاجه مهمه تانية يا جماعه بتاخد حاجه مهمه تانية بتاخد البنشنر ستي اللي هو المعاش التقاعدي من من الدوله اللي هي فيها. وبتاخد ديسابيليتي بنفيت. ديسابيليتي بنفيت اللي هو فلوس بتاخدها عشان العجز. افهم اول اللي انا بقوله. احنا بنتعامل مع حد عنده 81 سنه اشتغلت خلاص اشتغلت عايشه ازاي يا ستي؟ عايشه على المعاش اللي باخده من انجلترا وعايش على الديسابيليتي. What kind of disability we don't know. يعني ايه نوع العجز؟ ما تقالتش في ديلي ميل. ما تقالش خالص. ما تقالش. نوع العجز عجز عقلي ما العجز ده انواع. هل عجز دوت عندها ايه بالظبط؟ بتعاني ايه بالظبط؟ يعني What kind of diagnosis she's been diagnosed. يعني ايه نوع التشخيص اللي كان عندها؟ ايه نوع التشخيص اللي اتشخصت بيه من قبل سايكاتريس؟ ما عشان واحد يقول ان انت عندك عجز فلازم تتشخص بره سواء في انجلترا او امريكا ان انت تتشخص ان انت عندك نوع من العجز. عجز عقلي عندك مشاكل عقلية. هل حضرتك دخلت مستشفى الامراض النفسية والعقلية وده بيطلع في الميديكال ريبورت بيطلع في التقرير الطبي. لو واحد قعد في مستشفى شوية في مستشفى امراض نفسيه وعقليه بيطلع له ميديكال ريبورت ان هو كان موجود في المستشفى. الجريده ما قالتش حاجه خالص ولا ايريس قالت حاجه خالص لكن قالت لك انا عايشه على الديسابيليتي بينيفيت. الديسابيليتي بينيفيت اللي هو فلوس بتاخدها عشان العجز. اي نوع عجز يا ساده ما نعرفش. خلي بالك من الكلام تقيل جاي. العل في مصر خلي بالك يا بابا اللي انا بقول فيه. خلي بالك. خلي بالك. عملت حوار مع
Sunday People دي جريدة موقع جريدة في انجلترا. بص قالت ايه؟ قالت لهم ان انا former cleaner، انا عملت نظافة. عملت نظافة. عايش على ايه؟ عايش على state pension and disability benefit. حلو او خلاص خلصنا دي يا ساء. If he's marrying me، لو هو اصلا قالوا له يا ستي ده متجوزك عشان فلوسك، قالت لهم لا 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 لا. If he's marrying me for my fortune، لو بيتجوزني عشان الفلوس، he will be sadly disappointed، هيكون اصلا محبط محبط. Because I live on a pension، انا عايش على التقاعد، عايش على المعاش يا سادة. ده بتقول لهم كده، بتقول بقى I've spent years making other people happy، انا مضيت كل حياتي عشان اخلي الناس سعيدة. Now I just wanted to marry the man I love before I die، انا عايز اتجوز الانسان اللي حبيته قبل ما اموت. وده خلي بالكوا برضو في العقلية اللي يعني في امريكا او انجلترا او الدول اللي هي اللي من حقها، يعني من الدول الخارجية باقية، الدول الاوروبية او امريكا من حقها، يعني هي من حقها تتجوز ومن حقها تعمل علاقة ومن حقها تحب وتتحب، من حقها، لان هي عارفة في يوم من الايام هتموت. بس اما قالت لناش ولا الجريدة قالت لنا هي بتعاني من اي نوع عشان الواد، ما قالت لناش اي نوع من الديسابيلتي، ما قالت لناش اي نوع من الاعاقة اللي هي بتعاني منها. محمد نيجي بقى للمصري also insisted their relationship is genuine، يعني العلاقة بتاعتهم وطيدة قوية، and said that love has no age، الحب ده ملوش عمر. ماشي حلو، احنا مؤمنين بده حمادة وعارفين ده. He said it's not right people look at everything through materialism، الناس اللي هي يعني الصحيحة ما بتبصش كل حاجة على الماديات. If they do they have no feelings، لو انت بتبص على الماديات يعني انت ما عندكش مشاعر. يعني عايز يقول لنا ان هو بيحبها مش عشان فلوسها، هو الراجل حبها والاتنين بيحبوا بعض عشان المشاعر وفي حب، هو بيقول لنا كده. يعني بعد كده Iris has now vowed to return to Muhammad، التزمت وتعهدت انها ترجع لمحمد. She added I have met the right person، ان هي قابلت الشخص الصح. At age of 80 and true love، في عمر الثمانين والحب الحقيقي. طيب ده اللي كتب يا سادة في الديلي ميل. تعالوا كده نشوف اللقاء التلفزيوني اللي هي قالته، وخلي بالك هتسمع كلام غريب شوية لو انت مقيم في انجلترا، انت واخد احنا واخدين على الكلام ده، لو قاعد في امريكا احنا واخدين برضو على الكلام ده. فانت هتعامل مع ست بتتكلم عن الجنس، مشاعر ست بتتكلم عن الجنس، وبتتعامل ست في 80 سنة بتتكلم عن علاقة حميمة بينها وبين واحد قابلته في مصر. تعالى كده. نشوف طبعا عندنا اتنين مذيعين روعة، اكثر من روعة، محترمين جدا جدا جدا، بيسألوا، لان طبعا انجلترا عملت ضج عليها، عملت ضجة، كل الناس بتتكلم ازاي ست انت 81 بيتجوز عيل عنده 36 سنة، ازاي ازاي ده. بص قالت ايه ونشوف الحوار يا اخوانا اللي دار بين المذيعين الجمال جدا. ست طبعا قمر مثقفة وجميلة، والطرف الاخر زميلها بيتحاوروا معاها بطريقه سيكولوجيه جميله عشان يعرفوا يطلعوا اللي جواها، ويعرفوا بالظبط، يعرفوا انت رايحه فين وجايه منين وايه عايزه تعملي ايه. انت حره، هي مواطنه انجليزيه، هي حره تعمل اللي هي عايزاه، تعمل اللي هي عايزاه، تروح تتجوز مين، تجيب مين، تدخله انجلترا، هي حره. لكن تعالوا شوف كده هذا الحوار. Back in January we met 81-year-old Iris Jones who joined us on the sofa. في البنت المذيعه بتقول، طبعا الفيديو انا هعرضه، يعني هعرضه في اليوتيوب هعرضه، فبتقول لك انا باك ان جانوري في يناير انا كان في واحده قاعده معانا هنا على الكنبه ديت، إيريس جونز كانت بتتكلم معانا عشان تخبرنا عن علاقتها بمحمد احمد ابراهيم في مصر. طيب بص وصفته بايه، اسمع الكلام. With a 36 toy boy محمد. انا كده بقف، معلش بقى انا كده اقف، معلش معلش، اللي بتوصف ده مين؟ ده مصري، ده مصري، هي بتوصف واحد مصري.
البنت المذيعة بتوصفه بتقول لك with 36 toy boy محمد. وقف بقى. صبي اسمه محمد. لعبة اسمها محمد. بيوصفوه toy boy لعبة. ده الوصف بتاعه. ده خلي بالك ده الانترو. لسه يا ربي فاتحين الكاميرا عليهم بيتكلموا. قال لك احنا كان معانا في يناير قاعده وبعد كده بصوا بقى التوي بوي محمد اللي هي قابلت التوي بوي اللعبه بتاعتها محمد. يعني اول القصيده كفر. اسمع اللي جاي. None of us expected what happened next. None of us expected what happened next. مفيش حد مننا بيتوقع ايه اللي بيحصل ايه اللي جاي. لكن ايوه احنا اصلا يعني احنا مفتونين على اللي بيحصل دوت. بص بقى بيقول لها ايه. بص بقى بيقول لها بيقعها في كلام. قول لنا بقى يا استاذه ايه اللي حصل في الليله الاولى معاكي. That night قول لنا بقى اللي حصل ايه في الليله ديت. قول لنا ايه اللي حصل او ما قابلتيه بقى ايه اللي حصل بينكو. خلي بالك الكلام ده عادي في التلفزيونات بره عادي جدا. الست تتكلم على العلاقه الجنسيه بين حبيبها ومشاعرها وهو فيولولا. قول لنا عايزين الناس كلها عايشه. خلي بالك انجلترا كلها بتتفرج عليها. انجلترا كلها بتتفرج عليها. قول لنا بقى ايه اللي حصل في الليله الاولى. يلا فيرست نايت ايه اللي حصل. قالت لهم وات نايت. قال لي ليله ذا فيرست نايت راح الضحكه بقى. خد بالك اللي بتتكلم 81 سنه فايه بدلع كده. خد بالك راح الضحكه وقالت لهم فيرست نايت فكرتوني بقى يا اولاد. طيب بص بقى تقول ايه. It was rough. قاسيه. That was rough night. ده ليله قد قاسيه. كان جامده الليله ديت. المذيع برق. المذيعه طبعا اموره حلوه متنقية طبعا وبصت ايه ده وبتضحك كأنوسه بقى. It was rough. Nobody has been there since 35 years. انا ما عملتش جنس من 35 سنة. من 35 سنة ما عملتش جنس. طيب فهي بتتكلم كده عن مشاعرها. I thought I was a virgin again. أنا كنت بفتكر إن أنا عذراء. يعني أنا نسيت الجنس دوت. فأنا بفتكر إن أنا عذراء. يعني أنا جنس ملامح الجنس ومشاعر الجنس أنا نسيتها. فالمذيعة بتبص لها وبتضحك لها. أوكي؟ إيه اللي حصل تاني؟ Oh really? Anyway, but can I say what we use a whole tube of. بص بتقول لها إيه؟ طب ممكن can I say what we use؟ ممكن اقول يعني انا استخدمت ايه. خلي بالك في اللي جاي. خلي بالك في اللي جاي. خلي بالك في اللي جاي. طب انا ممكن اقول لكم بس ان اللي انا استخدمناه ايه. طيب قول يا ست. كي واي جيلي. كي واي جيلي. A tube. A whole tube of كي واي جيلي. A whole tube. خلي بالك اللي بتتكلم 81 سنة. طبعا احنا عندنا في مصر 81 سنه مش هتتكلم بالطريقه ديت عشان تبقى فاهم. يعني دي اختلاف ثقافات اسمها cultural differences. ثقافات الشعوب. احنا بنتكلم عن ست بتعبر عن مشاعرها الجنسيه في اول ليله جنس مع حبيبها. فبتقول لك I've been used the whole entire كي واي جيلي. كي واي جيلي اللي هو الشامبو او بمعنى اصح كريم بيستخدم في امريكا هنا وفي كندا وفي اي دوله من الدول. بيجاب من حاجه اسمها السكس شوب اللي هو محل الجنس. بيجاب او من اي صيدليه بيجاب. ده بيستخدم في العمليه الجنسيه لما تكون الست ضيقه الفاجينا بتاعتها تايت. فالراجل بيستخدم الكي واي جيلي. بيستخدم معروف كي واي جيلي معروف بره. بيستخدم عشان العمليه الجنسيه. او الشباب الصغير اللي هو بيعمل حاجه اسمها الماستر بيشن العاده السريه فبيستخدم الكي واي جيلي. ده اسمه الكريمات المستخدمه في العمليه الجنسيه بره معروف. You can say that. ممكن تقولي ده. قالت له فبتضحك. قالت له انا من حق اقول دوت. قال لها ممكن تقولي ده. بس بص الجمله اللي جايه بعد كده. قالت له ايه. I couldn't walk the next day. قالت له but I think I couldn't walk the next day.
اليوم التالي بقى لما عملنا الجنس ده ما قدرتش امشي على رجلي اليوم اللي جاي. فطبعا القمر بقى الست اللي هي المذيعه فيطلعوا اوه طبعا هي فاهمه خلي بالك دول فاهمين يعني انت بتتكلم مع انجليز فبس طبعا تعبيرات الوش والكاميرا اوه ده فعلا ده حصل ده يعني انت خدت الكريمات وحطيته كريمات وتاني يوم ما قدرتش تمشي قالت لها اه بص بقى انا كنت حلو التعبير ده لا انا كنت بشعر ان انا كنت راكب حصان يعني I feel like I've been riding a horse ان انا كنت حاسة ان انا كنت راكب حصان يعني على الحصان فالحصان اللي هي عمالة تركب فيه دوت وعمال الحصان ماشي فيه فطبعا هو تعبير جنسي تعبير جنسي بتقال في انجلترا I feel like I've been riding a horse the whole night يعني كنت بعمل ممارسة جنسية عشان ما كنتش اقدر امشي طيب طبعا الضحك ملا الاستوديو خلي بالك اللي هنتكلم ست كبيرة 81 سنة طيب saddle هي خلي بالك she's so sarcastic يعني her character so sarcastic she's very open minded يعني عقلية متفتحة قوي she doesn't really care about the camera ما بتهتمش بالكاميرا و very sarcastic يعني ساخرة جدا من اللي بيحصل وبتتكلم من قلبها بقى هي برضه فرحانة خلي بالك فبتقول لك I feel like a saddle sore اللي هو saddle sore لما تيجي تركب العجلة فبيحصل ايه في قرحة كده بتحصل في المقعدة عندك من كتر ركوب العجلة بس بتقصره هي ان saddle sore ان في قرحة حصلت لي من كتر ركوب الحصان اللي هو العملية الجنسية يعني اللي هي عملته مع الحبيب بتاعها anyway, we got over that يعني احنا خلصنا دوت وحبينا بعض طيب هنا بقى هيقدموهم certainly been busy since we last met تاني احنا مع اتنين كنا بتقابلوا مع بعض عشان بيعملوا تشات عن الالحاد خلي بالك من الكلام اوعى دماغك تروح كده وتروح كده احنا في اتنين معانا ملحدين اللي هيقدموهم دلوقتي افهم الكلام After some months apart she's now been reunited with her 36-year-old boyfriend Mohammed they join us now from Cairo in Egypt دلوقتي بقى هما بيقدموهم فين بيقدموهم في معانا محمد من مصر هي راحت بقى خلاص عملت اللقاء ده راحت مصر هتقابل مع محمد جوزها دلوقتي هنسمع ايريش جونز وهنسمع محمد بيقدموا نفسهم عشان انجلترا تعرف القصه دي ايه لان ده غريب خلي بالك على ثقافه انجلترا Welcome both of you. Iris, lovely to see you. Mohammed, lovely to meet you. Lovely to meet you. سعيد جدا ان انا اشوفك يا محمد. طبعا محمد طلع على الكاميرا قاعد لابس التيشيرت مع المدام بتاعته اللي هو 81 سنه متجوزها ورق عمل ورق فين بقى مالناش فيه عمل عند مأذون عند محامي يعني بس القانون المصري يجب يكون في يسجل في الشهر العقاري عشان ده داخل سفاره فلازم يتسجل يعني عشان يعترف بيه يوثق في القانون المصري فطبعا هو بيقول لك انا متجوزها دي مراتي تعالوا نشوف كده السلام عليكم أول ما قالت السلام عليكم to all of England السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to the whole of England لكل إنجلترا which is a greeting an Egyptian greeting دي تحية مصرية يا أستاذة اللي أنت بتقوليها دي بيقول لنا دي تحية مصرية بيقولوها عندكم هناك قلت لها آه it means peace be unto you or good morning or hello Peace be unto you or good morning or hello. أنا بقول لكم good morning عشان أنا قاعدة في مصر وجوزي مصري فأنا بقول لكم السلام عليكم. طيب. Sounds good to me. So just explain for anyone who missed you the last time you were on here. بقول لك إيه هو الناس هنا كانت يعني مفتقداكي أوي آخر مرة كنت هنا يعني. قالت لها آه. طبعًا طريقة كلامها بتاعتها ديت مش حد بيتكلم 81 سنة آه. How did the both of you meet? ده اللي يهمنا بقى
واللي يهم انجلترا واللي يهم مصر. انتوا اتقابلتوا ازاي مع بعض؟ خلي بالك فرق العمر الايدج جاب بينهم 45 سنة. طيب. We met on Facebook June 21st, 2019. خلي بالك في التواريخ. اتقابلنا على الفيسبوك في 21 يونيو 2019، يعني من سنة اتقابلوا. طيب. محمد messaged me because we found we had a lot of interests, archaeology, general knowledge. طيب محمد ابتدى عايز يتكلم معايا، احنا عندنا دلوقتي في اهتمامات جدا مع بعض. ايه بقى الاهتمامات اللي هم اصلا مشتركين فيها؟ archaeology علم الاثار، general knowledge اللي هو المعلومات العامة. يعني محمد وانا مستوى علمنا زي بعض. ده اللي هي قالته المدام، ده اللي هي قالته المدام. احنا متفقين جدا مع بعض، احنا في حوار اتكلمنا فيه معلومات عامة وعلم اثار وعلم ايجيبتولوجي علم المصريات، فهو مثقف وانا برضو مثقفة. ماشي. وانا اصلا كنت عايز اروح مصر عشان اشوف الاهرامات. I always wanted to go to Egypt to see the pyramids over there. كنت دايما عايز اروح مصر واشوف الاهرامات. حلو قوي. He said he would be a tour guide there. وبعدين قال لي محمد، قال لي لما لقاني ان انا عايز اروح مصر قال لها انا هكون المرشد السياحي بتاعك. انا هكون المرشد السياحي بتاعك. ده على اساس ان محمد خلي بالك يعني ضليع في اللغه الانجليزيه. وعلى اساس ان محمد دارس اثار كويس قوي ودارس علم مصريات قوي، فبناء عليه هو اللي هيكون المرشد السياحي بتاعه. ده على اساس ان محمد درس ارشاد سياحي في مصر، طلع عينه 4 سنين ودخل عشان يكون مرشد سياحي فياخد ترخيص مزاوله مهنه الارشاد السياحي من وزاره السياحه في مصر بختم من جمهوريه مصر العربيه، وهذا الترخيص صالح لشرح تاريخ واثار مصر. محمد قال لها انا هكون المرشد السياحي بتاعك، ما تقلقيش انا هكون معاكي مرشد سياحي بتاعك. طيب نشوف اللي جاي ايه. ده الحوار اللي دار بينهم من بعض، ده الحوار اللي هو على الشات. طب كويس قوي. طيب from there escalated to full blown love، يعني حب كامل. من هنا ابتدت الموضوع يتطور، ابتدى الموضوع يبقى يوصل لحب كامل. حلو قوي لحد كده، حقها. And really and truly Iris, we've never had a reaction to anything quite like the reaction when you were on here last time. And how has that been for you? Because you've become quite the celebrity, haven't you? انت you've been become quite celebrity، انت اصبحتي من المشاهير، انت اصبحتي من المشاهير بطريقتك وكلامك عن الجنس وبكلامك عن زوجك وعمل ايه معاكي، فالناس حباكي في انجلترا الطريقه ديت، وانت اصلا 81 سنه وتتكلمي بالطريقه ديت. قالت ايه؟ قالت لهم لا 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 انا ماينس سليبرتي، يعني انا مش مشاهير قوي، خلينا انا من المشاهير الصغيرين. بقى بص اللي جايه، بص الجمله بترميها طبعا. But I don't have the money to go with it. أنا معيش فلوس. خلي بالك هو قاعد سامع. هو قاعد سامع. أنا معيش فلوس. أنا معيش فلوس. أنا كنت أتمنى إن أكون من المشاهير الصغيرين، لكن أنا معيش فلوس. هي بتسمعه وبتسمع انجلترا، معيش فلوس. طيب as I say we was locked down. I had to come home because of coronavirus. انا كنت لازم ارجع انجلترا عشان طبعا في كورونا فيروس حصلت في مصر، فانا لازم ارجع انجلترا يعني اسيب مصر. April of May of last year to get married, but it never you know planes were grounded. كنت مفروض ارجع في مايو عشان برضو اشوف الجواز وبتاع، فيعني عشان اشوف ورقي، لكن كورونا فيروس هي اللي منعتني يعني. فمحمد قاعد خد بالك راح واخد نفس وكده، خد بالك محسس مثلا الريش دي اباظه قاعد فواخد نفس، فطبعا الصوت طلع فين في المايك، فالاستوديو هناك هيقول له ايه؟ اسمع هيقول له ايه؟
فبيقول له يعني التليفون في في دوشه كده محمد عندك في طبعا من الصوت خد بالك اللي هو بياخد نفسه كده خدت بالك اللي هو ايه يعني زي ما تقول يعني انا راجلك اللي هو الدماغ المصريه انا راجلك وبتاع فانا انا الراجل اللي قاعد فبياخد نفسه وبينفش صدره فالتاني بيقول له وفي حاجه الصوت يعني في مشكله في الصوت عندك قال له لا لا تمام طبعا الاثنين باردين قوي 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 فوق ما تتخيل بس رد فعل الوش بتوعهم لا يوصف لا يوصف اسمع بقول لك ايه انت اصلا الميعاد بتاعك كان في السفاره في سبتمبر صح اه We had an appointment at the embassy for September the 16th of this year, and everything went according to plan. They wished us well with the Egyptian the Egyptian authorities. That's where we. طبعا الميعاد كان معدد في سبتمبر 16 ولسه طبعا الموضوع مع السلطات المصرية طالبين منه ورق كتير. Had to go to next. But there's been a few problems with them. لكن في مشاكل مع السلطات المصرية عشانه. Degree absolutes and affirmation of there's so many documents. Yeah. It would fill a directory. It really would. مستندات كتير جدا مطلوبة منه عشان طبعا يعني يشوفوا بيكشفوا عليه. طبعا عندها دي مشكلة يعني إن في بيطلبوا منه مستندات كتيرة. محمد في السفارة البريطانية عشان طبعا لو توافق عليه هياخد فيزا هيسافر مع مراته انجلترا وده اللي هو عايزه وده اللي هو عايزه طيب It's very frustrating but I mean you say actually you're not that fussed about getting البنت بتقول لها يعني it's very frustrating but you feel like you're in love and your man is beside you يعني انت اصلا في حالة حب والراجل بتاعك جنبك مش كده اللعب بالكلام خلي بالك Married, you know you're in love. You've got your man by your side. But for Mohammed, it's different. He really does want to get married. Mohammed, الموضوع مختلف. بس هو محمد عايز فعلا يتجوز. مش كده ولا إيه؟ مش كده ولا إيه؟ هو يعني محمد فعلا عايز يتجوز. مش كده ولا إيه؟ طيب. It's different rules and regulations over here. They prefer couples. Different rules and regulations over here. They prefer couples to be married. يعني بيفضلوا هنا قواعد مختلفة بتكلم على مصر طبعا قواعد مختلفة وقوانين مختلفة بس هما بيفضلوا ان هما يتجوزوا يعني الكابلز دول يتجوزوا طبعا يتجوزوا ليه عشان يسافر ما انت مش هتسافر اللي لازم تتجوزها ده حسب قانون مصر يعني فطبعا بالنسبة لانجلترا عشان تبقى فاهم طب ليه هما مثلا ما يجيش كبوي فريند وجيرل فريند يعني هما برضو المدام برضو سألته طب انا لازم اتجوزك على الورق عشان اجيبك انجلترا فلما بيسألوا بقى المحامين ويسألوا القوانين و لان قوانين مصر ما ينفعش اجنبية تجيبك وانت بوي فريند وجيرل فريند ما ينفعش الا اذا كنت شغال شغلة معينة يعني ممكن تجيبك دعوة بس سافرت كتير وبتاع فممكن تجيبك دعوة تشوف بره وانت بعد كده بتقرر ده لو عندك تعليم يعني او شغال في جهة معينة وبتاع ممكن تطلع وتسافر وتيجي ممكن تعمل لك دعوه ده بيجي بس احنا في الحاله ديت اللي معانا هو ما ينفعش يسافر الا بجوازها لان مش هياخد فيزا من انجلترا فعشان هي عارفه طبعا ده before, you know, they prefer them to be married before they sort of live together and it's they prefer them to be married sort of living together يعني هم بيفضلوهم هنا برضو عشان الدين والثقافه بتاعتهم ان هم يكونوا متجوزين احسن من هم يعيشوا مع بعض اللي هو نظام يعني زي هنا مثلا البوي فريند والجيرل فريند هي بتقصد كده يعني عشان طبعا انجلترا بتتبع هذا النظام ده جزء من ثقافتهم هي بتتكلم من مصر طبعا الجزء بقى الثقافي بتاع مصر about Egyptian culture well you can ask محمد about it if you really want to لو انت عايزه تسالي محمد ممكن محمد يشرح لك كل حاجه محمد هو اللي ممكن يشرح لك كل حاجه فاحنا كده يا جماعه هنسمع محمد بقى هنسمع محمد محمد what is about getting married بقول لك يا محمد ايه موضوع الجواز بالنسبه لك يعني فكرك عن موضوع الجواز ده ايه خلي بالك ده بيمثل طبعا التلفزيون البريطاني فبيساله عايز يعرف دماغه ايه محمد ايه موضوع الجواز بالنسبه لك يعني انت فكرتك عن ايه why do you need to get married انت محتاج تتجوز ليه اسمع الرد to get married
Because اسمع بقى الانجليزي يا معلم اللي جاي. اسمع بقى الانجليزي، مش هتسمع انجليزي انت في حياتك في اللي جاي دوت. اسمع يا ريس وامسك الخشب. اسمع بقى واللهم لا حسد لك انه حقد. اسمع سيل من الانجليزي مش هتسمعه في حياة اهلك خالص. والله لو خريج مدرسة كتاب الشيخ عليش في اي مدينة انت موجود فيها هتسمع انجليزي ما سمعتوش في حياتك يا معلم. هتسمع انجليزي دلوقتي هيكسر كراتين البيض اللي موجود عندك في التلاجة. هتسمع انجليزي بسم الله ما شاء الله، امسك الخشب، امسك في مراتك، امسك في رجلك، امسك في اي حاجة، امسك في الهواء، لان اللي هتسمعه دلوقتي عار عار علينا كمصريين. اسمع الانجليزي في التلفزيون البريطاني، اسمع الانجليزي في التلفزيون البريطاني، طالع في تلفزيون انجلترا، انجلترا بتسمعه، انجلترا كلها والعالم كله بيسمعه. بيقول ايه؟ بيقول ايه البيضة؟ يعني بالظبط كده، اتنين رغيفين كبدة او شوية كبدة في رغيف سجق وكتر الدقة. اي بطيخ هندي، اسمع اسمع بيقول ايه. Islam's old saying must be legal. Cultural Islam is everything must be legal. ماشي. I'm sorry. أنا ببدأ، أنا آسف. إيه حمادة؟ I start everyone in the studio and around وفي العالم كله. خدت بالكو؟ معاكو الشيخ حبيشة من رود الفرج الآن. خلي بالك هيسمعك بقى إنجليزي بقى. إيه اسمع بقى معلم. اسمع. First thing في الاستوديو و all the world. خدت بالك؟ وخلي بالك كتر الصلصة الله يكرمك. اسمع. My name is محمد أحمد. I'm Egyptian man. I have bachelor of. بص. بيقدم نفسه كده. هو بيقدم نفسه. بيقدم نفسه. My name is محمد أحمد. I'm Egyptian man. على حسب الأكسن بتاعه طبعًا. أنا رجل مصري. ده أول ما بيقدم نفسه، أنا رجل مصري. طيب بص بقى التعليم بتاعه، بص التعليم بتاعه، اسمعوا الإنجليزي يا إخوانا الله يكرمكم، اسمعوا الإنجليزي، اسمعوا الإنجليزي، اسمعوا الإنجليزي، اسمعوا. إيجيبشن بزنس أدمنستريشن أند أي هاف إنجينيرينج أوف كورسز. أنا بصوا بزنس أدمنستريشن وبعدين عندي إنجينيرينج أوف كورسز. إيه علاقة ده بده؟ إيه علاقة عمود النور بمصعد النور؟ هل مثلا تشابه أسماء يا بابا ولا تشابه عواميد؟ ايه علاقه ده بده؟ بزنس ادمنستريشن على حسب الاكسن بتاعه ولا كورسز اوف انجينيرنج؟ يعني بزنس ادمنستريشن على حسب علم انا، على حسب علم انا ده وصل واحد ماستر ديجري في الاعمال التجاريه تمام، وبعد كده في واخد كورسز في الانجينيرنج، كورسز اوف انجينيرنج. ماشي. هي قاعده عماله ميته من الضحك. اي بطيخ وهبد. هي قاعده طبعا ميته من الضحك. بصلهم يعني مبرقه في ايه. ما محمد ابتدى يتكلم بقى. اسمع. I'm working in welding inspector. I meet I'm working in عايز ايه بيقول ايه ده ما تفهمش. انا لقطت الاخيره انسبكتور مفتش. يا ابني عايز تقول ايه؟ كواليتي انسبكتور يعني مفتش جوده. ده المفروض يعني ده شغلك. ماشي اسمع. أريس on net وتشات. أنا عميت أريس بقى النت وتشات تشات 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 تشات. خدت بالك؟ وركبنا المراجيح اللي هو إيه ويعني إيه فهمني؟ اللي هو وميت أريس إن شات وتشات تشات 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 many times. أنا عايزك تبص للمذيعين، الله العظيم يتاخدوا لقطة. البت عين القمر ديت فتحت بقها للدبان. إيه ده؟ فتحت بقها للدبان. أنا الفيديو هنزله. الفيديو هنزله على اليوتيوب. البت يا عيني قمر، بت قمر. البت سامعه ده ايه ده؟ وطبعا اللي قاعد جنبها صاحبها، يعني الاثنين فاتحين بقهم والواد عمال يتكلم. احنا مش فاهمين، انا عشان مصري فاهمك يا بابا، لكن الناس دي مش هتفهمك. اي بص اي بطيخ وهبد، اي بطيخ وهبد. طيب ماني تايم ماتش تايم. خدت بالك اللي هو انجليزي خلك عبد الحميد، انجليزي خلك عبد الحميد، يعني اللي هو ايه؟ بربع جبنه رومي وباتنين جنيه سجق وبثلاثه كيلو كبده وتوصل الله يكرمك، وحطهم في علبه يا عم محمد وزود لي ايه الشط. خدت بالك؟ اي بطيخ. يلا. She want to come to Egypt to see pyramids. I meet her. She wants to come to Egypt to see pyramids. I meet her.
هي عايزة تيجي مصر وعايزة تشوف الهرم وأنا قابلتها. And we I found Aris understood me. I found Aris understood me. ايه ده ما تعرفش I found Aris understood me. عايز يقول ان انا وجدت Aris فهمتني. ايه ده بتعلاقه ده بام الانجليزي ده يا بشر؟ ايه اتعلمه ده فين؟ ما نعرفش. انا وجدت Aris I found Aris understood me. خدت بالها هي قاعده طبعا عروسه النيل قاعده. لا زبيدة ثروت قاعده خدت بالك والباروكه ومش عارف ايه وبتاع وقاعده عماله تضحك ولا في الدماغ ولا في الدماغ. غني يا حماده غني يا بابا. عبد الحليم طبعا عمال يشعر الواد عمال يشعر وهي قاعده جنبيه. هي اصلا مش فاهمه حاجه ولا المذيعين احنا خلك معاهم في الاستوديو ولا انجلترا. ما انجلترا عماله خلي بالك ميتة على الضحك. انجلترا ستات انجلترا على الارض من الضحك. اسالني انا عارف الدماغات. خدت بالك بيشعر بقى. اسمع يا معلم. Understood me and gave me comfortable for him. Give me comfortable. ايه بقى give me ام comfortable؟ والله العظيم كمان مره يا ابني انا بدرس انجليزي 30 سنه. بقى ايه بقى give me comfortable ديت؟ ايه give me comfortable؟ مسخره مسخره. تبص للمذيع وشه يعني نزل عليه كده سهم الله ما تعرف فيه ايه. البنت يا عيني خلاص هتبطل يعني دي لو قمر 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 يعني الوش ده اصلا ما يعني البنت مشبهله يا نهار اسود. ايه ده ايه ده ايه ده؟ طبعا بتبص لهم ايه ده في ايه مش فاهمين حاجه. ايه اللي جيب يا ابني ايه جيبني كومفورتبل الله يكرمك. ده انجليزي ايه ده يا ابني؟ ده انجليزي ايه؟ تحت السلم يا ولا تحت السلم ورايح انجلترا ورايح انجلترا يا ولا. البنت يا عيني القمر ده حرام يزعل حرام يزعل وش الملائكي ده. البت يا عيني لو جبت لها الكاميرا عشان تبص لوشها البت مشبهله والله العظيم. البت عينيها بص راحت في الاتجاهين للكامرتين والواد قاعد اللي جنبيها. ايه ده؟ عايز يقول لها ايه الكائن الحي ده يا شابه؟ ايه ما ايه ده نازل منين ده؟ من السما ده ونازل منين ده؟ ايه ده في ايه ده؟ ده نازل مثلا وانت رايح الهرم كده نازل من فوق كده مثلا تابوت اخناتون طلع له كده موميا وده تلاقيتيه ده جايباه منين ده؟ اسمع. must اتش هاكرز انتر اور لايف. must اتش بص بقى must اتش هاكرز انتر اور لايف اللي هو ايه؟ يجب على المتسللون لما تيجي بقى ترجم له يجب على المتسللون بيخشوا حياتنا. ديمينس اس واي the love don't different ما ايه ده؟ ايه the love don't different the love don't different خدت بالك؟ the love don't different ايه ايه the love ده يعني ايه the love don't different يعني عايز تقول ايه؟ كمل. any the love don't know any different between religion between age ages ages between countries ماشي. This is our life. وبعد كده Aris ايه بقى اللي حصل؟ Aris choose me and I choose Aris that's all matters. All matters. كل ما يهم that's all matters. كل ما all matters And I want to say thank. أنا بقى بص بقى قبل ما أقفل الله يكرمكم تقفلوا الدكانة وتمشوا اللي البتاع اللي إحنا قاعدين فيها اسمها الاستوديو ديت. عايز أقول بقى I want to say thank. إيه بقى I want to say thank إيه بقى I want to say thank ديت؟ إيه بقى I want to say thank ده؟ إيه ده؟ ده بيتباع فين؟ ده البوز ده ولا إيه ده؟ ايه اي وونت ادي حقنة شرجية بتتاخد دي بعد الاكل مثلا؟ ايه اي وونت تو سي سينج ده؟ ايه اي وونت تو سي سينج؟ عايز تقول ايه يا بابا؟ عايز تقول ايه؟ لا وبيبرق بقى خدت بالك؟ اي وونت تو سي سينج قول يا حماقة اي وونت تو سي سينج قول يا كابتن يلا يا كابتن سي سينج فور اول بيبول اتاك اور لاف. انا بص بقى الناس اللي هي بتهاجمنا اي حاج محمد ايه بقى؟ الناس اللي بتهاجمك عايز تقول لهم ايه؟ One thing. It's not your business. بص حماده بقى العدوانيه بقى المصريه تلعب بقى. بص بقى it's not your business. ماشي حماده وايه تاني؟ بص بقى it's not your business يعني مش شغلك انت. وبص بقى يقول لك ايه؟
focus your lives. Focus your lives. ما تعرفش ايه focus your lives ديت؟ ايه focus your lives ديت؟ يعني عايز تقول مثلا فول بالطعمية ولا فول بالدقة ولا ايه طيب؟ ولا خلي بالك وانت ماشي من السلمة العالية على السلم وايه طيب؟ ايه focus your lives؟ يعني ايه focus your lives؟ اي بطيخ واهبد يا معلم، اي بطيخ واهبد. focus your lives. ولو بيتكلموا في الاستوديو بيكلم انجلترا بشر، ده مش بيكلم الشيخ مش بيكلم عمك محمد بس البقال ولا ام محمد بتاعت الفجل، ده بيكلم انجلترا، ده بيكلم انجلترا، بيكلم انجلترا، بيكلم السلطات الانجليزيه سامعينه، بيكلم السفير سامعه، خدت بقى؟ لا وايه بيعمل لك بص كده focus your lives. ايوه. وبعدين ايه بقى يا حماده؟ go to hell بقى، روح يلا الجحيم بقى، خدت بالك؟ طب مفيش شخره كده محمد في الاخر؟ مفيش كده شخره في الاخر؟ يعني ما عملتهاش كده في الاستوديو؟ تحلي كده بالرز بلبن كده في الاخر؟ مفيش حاجه كده مثلا؟ ولو بيبرق لهم بقى، خدت بالك؟ هو في ايه يا عم؟ هو في ايه يا عم؟ هو ايه ام الجنان ده؟ في ايه الانجليزي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انا عايز اعرف ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اي حاجه بص بقى وبعدين ده المفروض ماستر، خدت بالك؟ يعني ده ماستر واداره اعمال ومش عارف ايه وبتاع. طب يا حماده ايه بقى؟ بص بقى، بص هي بتعالجه بقى، بص بقى بتقول لك ايه، هي بقى طبعا راحت مراته ايه مع فهمها بقى، ما خدت بالك؟ ما كانت عماله تقول لك حصان وعماله تقول لك مش عارف ايه وركبنا الحصان، وخدت بالك؟ عبد المطلب، لا عبد المطلب، لا قصه رومانسيه مالهاش حل والله العظيم. ايه ده يا بشر ده؟ ايه ده؟ ايه القصه الرومانسيه الجميله دي؟ بص هي بتغطيه بقى، هي بص بتغطيه ازاي؟ اسمع بقى. Yeah. Passion about his feelings. Oh, he has a lot of passion about his feelings. يعني عنده بص، يعني عنده شغف بمشاعره. عنده شغف حلو قوي في مشاعره، وانا يعني هو طبعا معلش هو عنده شغف بمشاعره. And I am please listen to me. Please listen. أم يا ابني مشيوا يا ابني الحلال، أم مشيوا يا ابني. Listen to me. هم أصلا هياخدوا مثلا هياخدوا العجلة خلاص، كانوا بيأجروها وماشيين. هما يا ابني اصلا ماشيين، هما دول اصلا ما يعني انت مأجر عجله مثلا ربع ساعه. بليز ليسن تو مي. ما الناس قاعده يدع معاك في الاستوديو يا بابا، يا نهار ازرق ومنيل. بليز ليسن تو مي. ما هما سامعين يا عم الناس، وانجلترا كلها سامعه، والبرنامج قفل. هي دي دكانه، هي دي دكانه قفلت. اسمع. انجري اباوت سينج اون ميديا. انجري اباوت سينج. ايه بقى سينج ده؟ سينج 10؟ ايه سينج؟ ما تعرفش ايه سينج ده؟ ايه سينج؟ ايه انجري اباوت سينج؟ ايه السينج ده يابا؟ ايه السينج ده يا عم الماستر؟ واخد ماستر ديجري في اداره الاعمال، وواخد شويه كورسات في الهندسه. ايه بقى السينج ده يا اختي؟ على جمال ام وسكر والله، والله العظيم ده انا قرعت اكتر ما قرعت يا راجل في حياتي من ام الانجليزي انت بتتكلمه ده. اسمع. بص بص بيقول لك بقى، انا لا انا زعلان منكم بقى، انا مش انا بيبول سي واول بيبول سي، خدت بالك؟ توي بوي، ام نوت توي بوي، انا مش لعبه، انا مش لعبه، انا مش لعبه. ماشي. اي ام امان، اي ام امان، اوكي عند ريسيزم. اي ام امان دونت توي بوي، اي ام نوت جيم. انا بيقول لك ام نوت جيم، انا مش يعني هي مش واخداني لعبه تلعب بيا او سكس توي او مثلا بلاي او توي بوي، انا لعبه بتلعب بيا، انا راجل، انا راجل. ماشي ماشي يا حماد. بليز دونت سي ذات اجين اند اون ميديا دونت سي ذات. توي بوي مينز اجين. لا هي بتقول له بقى توي بوي مينز اجيم، لان لايف از نوت اجيم، لان الحياه برضو مش لعبه. Our طبعا بيقولوا لها لا طبعا الحياه مش جيم. لا امال هو ايه يا شاب؟ الحياه مش جيم. لا طبعا الاثنين، خد بالك؟ البنت بص على الكاميرا قاعده في ايه يا باشا؟ في ايه؟ بنتفرج على فيلم كرتون ده ولا في ايه؟ بص قاعده طبعا بالوش الجميل، والتاني طبعا عمال ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ يعني اللي هو ايه البشريه دي؟ ايه ده؟ جايبها منين ده؟ بص اسمع. محمد is very normally محمد is very very shy when he's speaking. He's not shy in bed. اسمع بقى قالت ايه، اسمع قالت ايه.
Normally, Muhammad is very shy when he's speaking, but not. وبتعمل كده بقى خلي بالك شغل الستات قلت شغل بقى خالتك ام ابراهيم بقى خدت بالك لما تقعد بقى خالتك ام حسن على السلم الواد شغال كويس مع البيت اللي هو بص بقى generally محمد is shy in speaking but not in bed يعني هو خجول خجول ولما بيتكلم بس في السرير لا يعني فطبعا البنوته اللي هناك بقى عماله تضحك وبتاع فاهمني عشان برضه اتجاري ال تجار الكارثة اللي حصلت ديت. Well, so we've heard many a times. And Mohammed, you felt that she slightly overshared last time she was on the show. وهي محمد لما كانت هنا عملت شو كويس جدا في العرض اللي عملته ده. Did he sort of have a bit of a word with you after that? Yes, he said, why was I so graphic? ليه انت why you so graphic? ليه انت يعني بتتكلمي كده على طول وبتطلعي وتقولي من قلبك؟ فقالت له انا بقول الحقيقه انا بتكلم الحقيقه انا قلت ان انا استخدمت the whole tube of KY jelly the whole night انا استخدمت اللي هي الانبوبه الخاصه بالعمليه الجنسيه بيني وبينه ودهنت بيها طول النهار طول الليل فطبعا هو بيضحك حماده بقى خدت بالك فكرني طبعا يحيى شاهين الله يرحمه فبيضحك يعني واه This is not truth. This is not truth. امال ايه دروس؟ This is not truth. امال دروس؟ امال ايه طيب؟ This is not truth. امال ايه؟ دروس ولا درس العقل؟ ولا درس لام الجنان؟ ولا درس ايه حماده؟ This is not truth. مفيش حاجه في الانجليزي خلي بالك اسمها not truth. This is not truth. مش تروس اه. امال ايه؟ اسنان. ممكن بقى اخد المرهم دوت وارجعه واخد المرهم وارجعه للمحل واخد فلوسي تاني اه طبعا محمد قاعد بقى الراجل خلي بالك بيفكرك بابن صبيحه في فيلم حسن ونعمه لما كان ماسك الكلبه والقصبه في ايده فبيقول لها يا اريس اريس اي تولد يو دونت سي ذا ها انا قلت لك كده ما تقوليش كده ام العيال ايوه اه احنا نيجي بقى في الجد شويه بقى خلاص خلصنا من لعب العيال ده دلوقتي احنا بنسرع الاوراق بتاعتنا هي مش ايجيبشن امباسي يا ايريس الايجيبشن البريتش امباسي في القاهره مش الايجيبشن امباسي يا ماما We're trying to rush our papers in British Embassy. إحنا بنحاول نسرع الورق بتاعنا في السفارة المصرية. في السفارة المصرية. لازم نراعي حاجة وإحنا بنتكلم مع الناس ديت. إحنا قلنا قبل كده إن وظيفتها former cleaner يعني عاملة نظافة. فإحنا ما عندناش حق هي مش فيش تعليم. فلو قلنا ورقها هتلاقي مثلا هي طبعا 81 سنة فممكن ما دخلتش اصلا خدت هاي سكول دبلوما فممكن تكون اليمنتري سكول ممكن خدت مدرسه او برايمري سكول مدرسه ابتدائيه فانت ملاحظ ان انت برضو بتتعامل مع حد الكلام ده بقوله للشباب هنا خلي بالك يا بابا اللي هي بتقول من كلامها ان هي مفيش تعليم فباين قوي فهنا مش السفاره المصريه ماما هنا السفاره انت في مصر مش فيش سفاره مصريه في مصر طالما انت في مصر في سفاره اجنبيه فهي البريتش امباسي بريتش امباسي اللي هي السفاره البريطانيه Home office in Britain to get the papers sorted out so that we can say we are well and truly married كل الاوراق ديت we can say we are holy truly married احنا اصلا متجوزين بالفعل able to prove to the world that age makes no difference وكده نقدر نثبت للعالم كله we can properly approve to the world age has no difference ما فيش اصلا فارق في ال or love ما فيش فارق هو فعلا الحب ما فيهوش لا فارق في الحب العمر لا فيه فارق في الحب ولا الحب فيه فوارق دي حقيقه يعني دي حقيقه to love I mean what I used to dream I mean let's say I'm 81 years old I
هي انا دلوقتي بتقول لك انا 81 سنه وبعد كده never ever dreamed about a perfect love. I never have a dream about that perfect love. خلي بالك انا برضو هي بتقول لك الحب المثالي. انا ما عنديش حلم I never have a dream of a perfect love. ما عنديش ما حلمتش خالص ان يكون في حب مثالي في حياتها. وكده عشان تبقى فاهم برضو هي مطلقة بقالها 40 سنة أو من 35 سنة ما مارستش جنس. يعني she never practiced sex all her life, يعني all entire 35 years ما مارستش جنس, خصوصا بعد طلاقها من الراجل ده. وده اللي هي قالته, ده اللي قالته في برنامج التلفزيوني. فهي كان بتبحث على الحب المثالي, تمام. وإيه بقى اللي حصل؟ But when I met Muhammad I realized that dream came true. أنا كنت بحلم ولما قابلت محمد ونايمت محمد I realized that the dream became true. لما قابلت محمد أصبح الحلم بقى حقيقة. يعني الحلم بتاعي عن الحب بقى حقيقة. ماشي. Is real true love and the age gap just disappears into the distance. Age gap just only disappear between us. يعني الإيه الفجوة العمرية ديت انتهت خلاص, ما فيش فجوة عمرية بين. بس خلي بالك دي بينهم 45 سنة, 45 سنة فجوة عمرية بينهم. محمد بقى هيكلم, يعني كده المايك مع محمد. محمد هيكلم بقى, محمد هيكلم دلوقتي. هي أريس كانت بتتكلم فمحمد هيكلم دلوقتي. بليز أريس, يعني سكوتي أريس. خدت بالك عشان تبقى فاهم برضو, عشان تبقى فاهم برضو المشكله ديت في لما حد بيتجوز اجنبيه. الاجنبيه ما تحبش تشاتر اب, يعني دوش دي اسمها دون شوش هير. شوش هير يعني انك تغلق بقها وتقول لها بليز هي ام توكينج. ما بيحبوش ده, دي بثقافتهم. انت المفروض تخلص يا حماده, هي تخلص خالص كلامها. دون انتربت هير وان شي ستاكي يا مدام. بليز اريس, بليز اريس. دي يا بابا تبقى مشكله بينك وبينها في حياتك. الاجنبيه اللي ثقافتها هي عندها حريه تتكلم, لكن ما تقولهاش دون شوش هير. يعني انت ما اللي هو بالعرب يعني اسكتي وبتاع, لا لازم تديها الست, تديها في الغرب, تديها مساحتها, خليها تتكلم. دون ايفر فور ايفر انتربت ا فيميل وين شي توكينج. ده من ضمن مبادئ الغرب, انك ما تقاطعش ست وهي بتتكلم. استنى لما تخلص خالص وتبتدي كجنتلمان بقى تتكلم معاها. فهو طبعا هيبتدي بقى السيد. العقلية الذكورية من مجتمع الذكوري اللي أنا الراجل وأنت الست. وأنا أقول لك بقى المشاكل ممكن تكون إيه. اسمع. Many people مش many people, مش many people, many people, many people. آه بيعملوا إيه يا حمادة؟ materialists. اسمع كمان many people materialists. أنت بقى خمن بقى, انت خمن بقى, عايز وش القفص ولا تحت القفص؟ انت عايز ايه؟ ميني بيبول ماترياليستس. ايه بقى ميني بيبول ماترياليستس؟ يعني نخمن احنا بقى كمصريين, يعني ناس كتير ماديين بس على حد تعليمه هو, ما فيش خدت بالك لا جمله ولا غيره, ولا اللي الراجل يعني قاعد خدت بالك قاعده كده والنيل وراهم يعني مبسوطين وفرحانين. هو ميني بيبول ماترياليستس. ماشي كمل يا حماد. ماني دونت نوت الناس بيبل ماني 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 ماني. خدت بالك؟ افهموا انتوا بقى انجليزي بقى. انا اشرح لكم بقى تركيبه الجمله والفعل والفعل والمفعول. احنا هنغني, انا لسه هشرح, انتوا افهموا بقى من انا يعني افهموا بقى. هو قفص, انت نقي بقى, انت نقي في مفعص وفي كويس وفي الحلو, انت نقي. هو ماني بيبل ماني 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 ماني. خدت بالك؟ اه طبعا. البنت بص فاتحه بقها للدبان. البنت ايه ده؟ طبعا مش واخده على كده, مش واخده على كده. Many people rich but not happy. Many poor people but is happy. Many بص بقى, many poor people but is happy. يعني many people poor but is happy. يعني فين الصفة يا حمادة وفين الموصوف وفين يعني تركيبة الجملة؟ مفيش. ما الصفة والموصوف واللي بيتكلم معاه بيقول لك أنا معاه ماجستير إدارة أعمال. يعني مفيش صفة بتيجي قبل الموصوف يا حمادة. وفي حاجة اسمها أم الجملة والفيلم ده ما ولا مش موجود, مش موجود, مش موجود. We search about happiness. I have a money. I am travel many countries. I don't need. قال لك أنا I have a money و I travel many countries. أنا معايا فلوس وبسافر
ما تعرفش بقى ترافل ديت بالنسبة له يعني هل مثلا بيسافر دلوقتي ولا سافر؟ هو انت خمن يعني، هو مضارع بسيط ولا ماضي بسيط ولا مستقبل بسيط؟ انت خمن بقى، انت خمن. انت مش ساخد اللبوسة؟ خلاص انت خمن بقى، ودرجة حتى كويسة، انت خمن براحتك بقى. هو بيقول لك انا اي ترافل، ترافل فين بقى ما تعرفش. اسمع anything from Aris. اه yeah. Not me. I love Britain but I love Britain. ايه بريتان ديت؟ I love Britain. ايه بريتان دي؟ ايه بريتان دي على وزن ايه؟ I love Britain. ايه بريتان دي طيب؟ الله يكرم ماما الحاجة الكبيرة في الجيزة. ايه I love Britain دي؟ دي ايه؟ مقاس كام طيب عشان نفهم؟ 42 ولا بأستك؟ لا ايه I love Britain دي؟ ايه I love Britain دي طيب؟ ايه اي لاب بريتان دي اللي بيسمعك انجليزي يا بابا؟ والله العظيم البت عيني هتعيط والله، بتطلع المنديل البت يعني بقى عماله تمسح من الضحك، البت مش قادره، البت ايه اي لاب بريتان دي طيب؟ مفيش. اسمع بات بريتان نوت هيفن اوكي. بص بقى بريتان نوت هيفن، وعايز يقول بريطانيا مش الجنه، وعايز يقول بريطانيا مش الجنه، بيقول لك بريتان نوت هيفن. مين هيفن دي؟ من النبي ايه مين هيفن دي؟ دي اخت كيكي. مين هيفن دي؟ بريتن نوت هيفن. وانتوا بقى افهموا بقى، انا ماستر ديجري يا ريس، انا ماجستير اداره الاعمال واخد كورسز في الانجينيرنج. انتوا بقى انت نقوا بقى، الا نقوا بقى. انا بص ولو زعلان خدت بالك، بقول لك ايه بريتان نوت هيفن، بريتان نوت هيفن. يعني يا ابني في مشخره باور بتتباع في سوق قرى المبيعات، بتتباع والله لا مدينه نصر، خش هناك في مشخره باور بتتباع هناك. ايه اللي بريتان نوت هيفن ده؟ ده بتاع ايه ده اصلا؟ ده بتاع ايه ده اصلا؟ ده بتاع ايه ده؟ بيتباع فين ده؟ مقاس كام ده؟ اي بطيخ، اي بطيخ وارزع. Britain not heaven. أنا يا حاضر هنشوف. I would like to say Muhammad is open to offers. You've only got to look at that face and that hair. بص بقى هي بتعالجه ازاي؟ ما عارفة طبعا خدت بالك. اسمع بقى هي بتقول لك ايه؟ اسمع بقى بتقول لك ايه بقى؟ ما هي فاهمة بقى الليلة. ما عارفة ان هو يعني مسرح المنوعات وبيضحكوا. قالت لك بص بقى، بص الشعر ده، بص هي بتتغزل فيه بقى. بص الشعر ده ما خلي بالك، ما بتقول لك حصان وطول الليل وبتاع، فلازم برضو تتغزل فيه. بص الشعر ده، وبص مش عارف ايه، وخلي بالك 81 سنه يعني، مساء الخير. بص الشعر ده، وبص الوش ده، وبص الجسم ده. ايوه ايه بقى؟ he got a perfect six pack اللي هو ايه؟ لما نلعب تمارين بطن بيطلع لنا كده six pack اللي هو ايه؟ تقسيمات البطن بقى. يعني بص الشكل ده والجسم ده وعنده تقسيمات البطن. He's available for TV show. يعني بتقول لهم هو متاح دلوقتي العمل التلفزيوني. Aris بقى لا Aris ما تطلعنيش بقى، ها؟ فبيقول لها Aris بقى ما تفضحنيش بقى، لا وبعدين يا Aris ما ايه الناس بقى عرفت بقى. الله ايه يا Aris اتكسف بقى، اتكسف. فكرنا كده ب الله يرحمه يحيى شاهين مع امينه. ايه امينه كنت خرجتي؟ كنت بتعطي فين؟ لا يا سي السيد والله انا ما خرجت. طلعت كدابه، العيال فضحوها. فايه يا Aris بقى ما تفضحنيش، زعلان خد ايه Aris بقى ما عرفوا بطني بقى وشغل بقى الثلاث ورقات ده والسكس باكس في البطن وتقسيمه البطن. يا Aris بقى انت التلفزيون البريطاني بيتفرج عليا، ده مش قناه ام حسين عندنا، لا ده تلفزيون البريطاني يعني انجلترا يا Aris، وباسبور يا Aris بقى وباسبور الانجليزي يا الروسة. اسمع Aris بتقول ايه. بتقول لهم كمان، وانتوا كمان لو عايزين واحده تعمل جلسه فاشن شوت، جلسه تصويريه لواحده عندها 81 سنه، انا موجوده صباح فل. ممكن ده اصلا نعمله بفلوس، عشان احنا اصلا بنصرف فلوس. يعني معاكي فلوس يا شاب بقى، يعني معاكي فلوس بتوع بالكلام، يعني احنا بقى بنعمل بالفلوس
وممكن نعمل فلوس عندكم. احنا بنصرف فلوس. All broke. احنا اصلا مفيش فلوس. فاحنا محتاجين فلوس من الشو بتاعكو. طبعا بيضحكوا خدت بالك يعني بقى المذيعين بيضحكوا حقيقي وحاجة جميلة خالص. وكان حوار مسخرة. بص بقى حمادة بقى بص محمد بقى اللي هو ايه بقى I'm sorry for words. ايه اللي I'm sorry for words ده؟ ايه اللي I'm sorry for words ده؟ وبعدين خدت بالك نفش صدره يعني بيفكرني مثلا لما بلبس انا التيشيرت واخش الجيم هنا فبيقول لك I'm sorry بقى for words. ايه words ده؟ ايه ده فيه؟ ده اللي هو المش ابو من غير دود اللي هو ابعد يا شيطان ابعد يا شيطان. ايه 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 I'm sorry for words. Sorry for words. We love her. We really do. We adore her. She's got a special place in our heart. We love her and بتقول لها she has a special spot in our heart. يعني ما عندها كده مكانة خاصة في قلبنا. بص الجمال المذيعين. بص جمال المذيعين. Please if you come over here please come and see us here. لو انت جيت انجلترا تعالى شوفنا في الاستوديو عندنا. بص الجمال وبص الرقي في التعامل مع البشر. لو انت جيت هنا يعني تعالى وقعد معانا في الاستوديو واحنا بنرحب بيك بالانجليزي بتاع بتاعك ده اهو هنعمل شو عليك. ايوه بليز بقى بص بليز 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 ايه يا محمد في ايه إيه؟ بتقول طبعا السلام عليكم خدت بالك يعني السلام عليكم سلام ورحمة الله وبركاته حاجة ماشي محمد بقى هيتكلم هيدي كلمة أخيرة طبعا في الخطاب اللي قاله طبعا اللي امتعنا بيه فهيدي كلمة ختامية بقى هيعمل الكونكلوجن بقى والسامري هيقول ايه يا محمد لا والنبي بص قالها ايه accessories ايه بقى الاسسوريز accessories اللي هم اكسسوارات يا حبيبي الكماليات please tell the accessories قول الاكسسوارات يساعدونا هو عايز يقول authorities اللي هم السلطات فبيقول لك accessories ايه ده ما تعرفش ايه ده ما تعرفش ايه ده ما تعرفش papers our documents accessories please accessories اللي هو يعني ايه كلموا الاسسوريز اللي هم عايز يقول الاثوريتيز يعني اللي هم السلطات فانت كلموا الاسسوريز كلموا ايه الاسسوريز دي ما اش كان ما تعرفي هو بيطلع وخلاص والناس تنقي تمام بوريس جونسون بعد كده next step I will go to Joris Johnson الخطوة التالية سوف أتكلم مع جوريس جونسون رئيس مجلس وزراء بريطانيا حوار مسخرة هو قال أنا مش عايز خلونا نتكلم كلام منطقي هو قال ان انا مش عايز اسافر انجلترا طب ما خليتهاش تقعد ليه في مصر وتقعد معاك كمراتك طالما هي مش عايزة تسافر انجلترا وهي قالت في الحوار ان كايرو is so dirty I can't really live over there ان كايرو منطقة مليانة زبالة وانا انجليزية ما اقدرش اعيش في القاهرة واللي بتتكلم اصلا دي عاملة نظافة يعني كان شغال عاملة نظافة في انجلترا فاذا احنا بنتكلم يا سادة عن حد من وظيفته تقدر تعرف مستوى المعيشي ايه احنا بنتكلم مع حد بيعتبر في انجلترا هو low income يعني دخله من محدود الدخل في انجلترا المواقع العربية قالت ان هي عندها ثروة تقدر ب 2 مليون استرليني لكن I'm not sure about it المواقع العربية لكن انا ما بثقش معلش في المواقع العربية انا بثق في الجرايد الاجنبيه لان الجرايد الاجنبيه بتنقل كل حاجه بصراحه واحنا اتعودنا على الجرايد الاجنبيه هنا ما ديلي ميل ما قالتش ولا حتى الساندي بيبل ما قالتش ان عندها ثروه وتقدر ب 2 مليون لان هيكتبوا
ما قالوش ان عندها ثروه تقدر ب 2 مليون استرليني، ما قالوش. ما قالتش ده. لكن السرعه في اتخاذ القرارات، يعني هو بعد اسبوعين، هو اتكلموا مع بعض 3 اسابيع على تشات، وبعد كده قرروا ان هم اسبوعين بس لما وصلت وقعد يفرجها هنا وهنا وكتب الورقه سواء عند محامي عشان يثبت الجواز عشان يجي انجلترا. الكلام ده لكل الناس الموجوده في المدن السياحيه والشباب اللي هو بيقعد على النت عشان يتزوج من اجنبيه. اسمع الكلام ده حبيبي، من خبره الحياه ومن خبره التدريس وعمل جامعات في الخارج وسفر هنا وهنا وهنا وخبره حياه سواء من داخل مصر او في يعني في امريكا، الحياه في امريكا، هذا النوع من الجوازات انا شفته كتير في حياتي، وشفته وانا في مصر وانا شغال كمرشد سياحي في مصر، وخصوصا في منطقه الاقصر واسوان والغردقه وشرم الشيخ ودهب. انت هتشوف اللي انت شفته ده او اللي انت سمعته ده في اعجب منه، خصوصا اللي منكم شغال في الغردقه او اللي شغال في دهب. انزل شرم الشيخ، انزل الاقصر، هتشوف العجب. الاقصر بالذات لو انا قسمتهم لك، الاقصر بالذات الستات الانجليز بالذات، الستات الانجليز بالذات، الستات الانجليز لما بيطلعوا معاش فبيحبوا يروحوا مصر، هما بيحبوا المصريات، بيحبوا علم المصريات. وهنا اقف وقفه بس كده صغيره قوي. هي ايريس قالت ان في حوار بينهم، هو حوار، واحنا عندنا وي هاف ذا سيم كومن انترست، يعني احنا عندنا نفس الحوار. هو طب هو سؤال بس معلش، هو في بدايه الحلقه هي قالت ان احنا عندنا بنتكلم على الاركيولوجي وبنتكلم على جنرال نوليدج، بنتكلم على اثار وبنتكلم على المعلومات العامه. طب هو حضرتك الحوار بينكم بيدور ازاي؟ واضح جدا لينا كلنا ما بعرفش انجليزي، ده مستوى مبتدئ في اللغه الانجليزيه، وما نعرفش كمان انه هل هو الشهادات اللي هو بيقولها ديت، انا ماستر ديجري مش عارف بزنس ادمنستريشن وعامل كورسز في الانجينيرنج، ده فعلا ولا لا؟ ما نعرفش، بس باين قوي تقرا ما بين السطور ان معهوش تعليم، معهوش تعليم، معهوش تعليم، مفيش تعليم اصلا. طب وهي برضه مفيش تعليم، ما عملت نظافه في الخارج زي مثلا عملت نظافه في امريكا. اللي هتشتغل عملت نظافه في امريكا يعني ايه؟ بالكتير قوي ما دخلتش مدرسه اتعلمت، او دخلت مدرسه وخدت شهاده اليمنتري سكول ميدل سكول وخلاص، او مثلا معاها هاي سكول دبلومه وبتشتغل في حاجه بتخبط فيها قبل ما تشتغل في حاجه تانية. فاحنا بنتكلم على مستوى زي بعض، يعني هم تقريبا مستوى قالتك ايه؟ احنا هاف ذا بيست انترست، احنا معانا نفس الـ يعني الاهتمامات. طب اهتماماتكم ايه؟ يعني انت مثلا ما بتعرفيش عربي. انت الكلمه اللي تعرفيها في العربي اللي هي السلام عليكم. طب وهو الحوار بينكم على الاركيولوجي ايه؟ ما هو باين جدا ما فيش معلومات. واضح جدا الكتاب من عنوانه ان ما عندوش اي معلومات، ما فيش معلومات. واضح جدا ان احنا اصلا مش فاهمينه. احنا كمتحدثين لغه اللغه العربيه يعني كعربي كدير سبيكرز، احنا مش فاهمين اصلا هبيقول ايه، بيعايز يقول ايه، طيب مش فاهمينه. ما بالك هي، ما بالك هي. ده انا هسيبها ليكم في التعليقات، هل دي علاقه جنسيه ولا ايه بالظبط؟ الجنس غطى على كل حاجه، هي بتدور على المتعه الجنسيه وهو يبحث عن الجنسيه، ولا ايه؟ ايه اللي ورا الناس ديت؟ قالت هي ان هي عايزه، هي بتملك بيت، واي حد في الخارج بيجيب بيت يعني مش مشكله، هو دخل معين على حسب الدوله اللي انت قاعد فيها وشغل بيجيب بيت، مش قصه يعني. و قالت ان انا املك البيت وبملك معاشي، هو لو خد هياخد البيت يعني بعد موتي هياخد البيت وهياخد المعاش بتاعي كزوجي. ده اللي هي قالته يعني. هيعمل ايه هو بره؟ ده لو، لان هي برضو اذاعت وقالت ان في، قالت ان في سيدات انجليزيات خدوا رفض من السفاره البريطانيه في مصر.
لان الاقصر بالذات، الاقصر بالذات والصعيد فاهمني قوي في النقطه ديت، الستات الانجليزيات لما بيكبروا في السن، وانا شفت ده لما كنت شغال في الارشاد، انا كنت مرشد سياحي، كنت بسحب الجروب وراه مثلا 50 60 واحد، فيجي مثلا البازار، اقف عند البازار فيجي واحد يقول لي يا مستر ايه، طب ما تجيب الجروب عندي ومش عارف ايه وايه ونعمل شغل مع بعض وبتاع. ابص الاقي امشي كده في البازار الاقي مثلا مراته قاعده جنبي، فانا بحسبها زبونه. مراته لها ست كبيره يعني مثلا 78 سنه او 75 سنه، وليه هو مثلا 22 سنه، يقول لك مراتي. فاللي بيحصل ايه يا ساده؟ اللي بيحصل بالظبط كالتالي، الناس دي لما بتطلع معاش السن ده ما حدش بيبص له بره. انا بقول الكلام ده لاولادنا في مصر، خلي بالك يا ابني السن ده ما حدش بيبص له بره. وخلي بالك من نقطة مهمة جدا، الديلي ميل قالت عندها بتاخد البنفيت من الديسابيليتي، يعني بتاخد فلوس على الإعاقة العجز، ودي تحط تحتها 50,000 خط. وافهم اللي أنا بقوله، العجز ده عجز إيه؟ العجز ده بالظبط عجز إيه؟ حصل لها إيه؟ ومش هتقول لك، ومش هتقول لك. أنا وأنا بقرا الجورنان حطيت خط، لان انا عارف انا عايش بره في بالي كتير، فعارف، وكل اصحابي من هنا عارف، عارف الحياه عامله ازاي وقوانين البلد و و و عارف كل ده. لما تشوف كلمه ديسابيليتي ديت، ياما ستات بيبقى عندهم مشاكل نفسيه اتعالجوا، بياخدوا يعني دبين دياجنوز باي سايكاتريست، هم تشخصوا عن طريق طبيب نفسي ان عندهم مشاكل نفسيه فبياخدوا علاج، ما بتقولكش. ففي ناس كتير جدا مصريين ضحك عليهم بهذه النقطه، يسافر يقعد معاها مع الأيام طبعا والعشرة بيكتشف إنها عندها مشاكل نفسية. وفي حاجات تانية كتير، ممكن هي قالت جملة بس وقفت، قالت لك I've been drinking إن أنا بشرب. وخلي بالك أو في النقطة ديت، خلي بالك أو النقطة دي، الست معظم الأجانب بتشرب، بيشرب على حسب برضو الراجل ما اخدها ايه، يعني انت ما اخدها تشرب ما تشربش على حسب الراجل، يعني حسب الراجل اللي معاها. بس الشرب بره والمخدرات كتير، فبتقول لك I've been drinking، وبعد كده she stopped talking يعني وقفت. بيشربوا، هي مش هتقول لك ان انا بشرب. فانت لما تتجوزك هي بيكون بشخصية تانية خالص داخل البلد، لان الكومن انترست هنا الجنس، السكس، العلاقة الجنسية. احنا بنتكلم في حد مع احترامنا ليها طبعا، ومع احترامنا انها سيده، لكن مفيش حد بره بيبص للسن ده كبير ده بالذات. فبيروحوا مصر، الشباب في مصر شباب صغير وشباب بصحته، عندك ثروه بشريه، وخصوصا اللي شغالين في مجال السياحه، شغال في مجال الفنادق، فبيسمع مثلا فلان سافر. انا مثلا منزل مصر الاقي مثلا قاعد في فندق من الفنادق مثلا، واروح مثلا شرم الشيخ وبتاع، تلاقي مثلا يا دكتور عايزين نروح امريكا، كل الفندق عايز يجي امريكا، مش عارف عايزين نروح مش عارف ايه، طب طلعنا امريكا ازاي؟ هي في ولع وفي جنون سفر، عايزين يسافروا باي طريقه. فبيحصل ده، بيحصل ده. لو سافر وخد فيزا وسافر، اللي انا اقوله لك دوت هو اللي هيتم، اللي انا اقوله لك دوت هو اللي هيتم. لو انت ذكر، والله لو انت ذكر بحكم سنك انت 35 36 مش هتعرف تبص البنت زيك، مش هتعرف، انسى 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 تبص لواحده زيك. هتربطك ربطه سودا، هتمسكها لك بالساعه، انت كنت فين؟ لان احنا برضو كرجاله معلش يعني، انت معاك واحده خلاص، فانت انت نازل الملعب يا معلم، انت نازل امريكا، انت نازل انجلترا، نازل كندا، نازل الدول اللي فيها البنات الصح. فمعلش برضو انت لما تبص لها يوم اتنين تلاتة اربعة، في بنات العيلة بتوع انت بتقعد معاهم، فعينك هتجري عليها، عايز تكلمها، عايز تعمل علاقة، مش هتخليك تعمل اي حاجة. انت لو اشتغلت هتمسك لك بالساعة، وده انا شفته هنا في أمريكا من حالات بقى معايا، شفت ده وشفت ده في مصر كتير. شباب طلع، وياما شباب جه في الصناديق جه ميت،
شحن الصندوق بتاعه في الطيارة وجه. لو انت حاسبها وردية، مش وردية، مش وردية. انت طالع، هي المسؤولة عنك، دي الاسبونسر بتاعك، عشان تبقى فاهم، زي الكفيل، زي نظام الكفيل كده في الدول العربية، دي الاسبونسر بتاعك. ولو طلعت انت ما تقدرش تضربها، لان دي اللي هتجيب لك اقامة. دي A to Z لكل حاجة، A to Z لكل حاجة. وياما شباب مصري اترحل بسبب الجواز من ستات كبيرة في السن، مفيش تفاهم. مهما كان، خلينا واقعيين، مهما كان، مهما كان، انت 35 سنة قاعد مع 81 سنة، ايه مش هتخرج في الويك اند؟ مش نفسك هتروح بار؟ مش نفسك هتروح اي مكان؟ مش نفسك تتنزه في اي حتة؟ هي جنبك، هي جنبك، ماشية جنبك. هتقارن، انت ماشي هتبص تلاقي البنات الامارات جنبك، هتتحسر على نفسك، وخصوصا بقى نظرة البنات ليك لما يعرفوا ان دي مراتك. هتبتدي تشحن في نفسك، هتستنى تقول لي ورقك بقى واقامتك ومش عارف ايه وبتاع. المصريين بيعملوا ايه؟ بيتنرفز. اي حوار، هي كل حاجة وردية في مصر، بس اركب الطيارة واطلع انجلترا، العالم تاني خالص، ودنيا تاني خالص، وقوانين كل البلد كلها قوانينها مع الست مش مع الراجل. وهتجيبك بالساعة، وهتقعدك بالساعة، وعينها عليك، لأن عارفة أنت جاي منين. هو دي اللي حصل، اتفاق حصل بينك وبينها، أنت اديت نفسك ليها وبعت نفسك. أنت عايز جنسية وهي عايزة متعة جنسية، ومن هنا بتيجي المشاكل، الترحيل في الخارج، لأنك اوعى تمد ايدك عليها، تتصل بالشرطة يجي ياخدوك، ولا تعرف تعمل علاقة مع حد. وكتير من المصريين في الخارج اترحلوا بسبب جوازات زي كده ومشيوا، اتسجن الاول ومشي. نتعلم من مدارس الحياة، ونعلم اولادنا وهم قاعدين على الفيسبوك بيتكلموا في ايه. ده اللي ربطهم ايه؟ قالت لك حوار عن الاثيزم للحد. هو اسمه محمد احمد ابراهيم، مش ده مسلم؟ يعني مسلم بطاقة بس فكره ملحد. اللي جمعهم ايه؟ الالحاد. اللي جمعهم الفكر الالحادي. اللي عندك مش هيعرفه ولا اي حد يعرف، بس الديلي ميل هي قالته، احنا اتجمعنا على جروب شات بيناقش مشكلة الالحاد. خلي بالكم من عيالكم، وخلي بالكم من الجوازات. بقول ده الكلام الشباب الصغير اللي هيتجنن ويسافر ويطلع امريكا، يتجنن ويسافر يطلع انجلترا. ما تبيعش يا ابني نفسك رخيص، ما تبيعش نفسك رخيص، هتدفع الثمن كبير قوي 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 قوي. بره مش الجنه، واوعى تحسب انها الجنه. بنت بلدك اولى، وخد حد من سنك، عيش سنك، خد محد من سنك صغير زيك، فترة جامعية حلوة مع بعض، العب اجري، عيش السن الحلو ده، عيش السن الجميل ده. هتفتكر لما تكبر، هتخش في اربعينات وخمسينات، كل فترة عمرية جميلة عيشها، ما تحرمش نفسك من ده. خد اللي في سنك، خد اتكلم معاها، وقعد معاها، اجروا ورا بعض، العبوا مع بعض. ربنا يكرمك بخلفة، خلف ولاد كويسين، ربيهم تربية صالحة، وازرع الدين في البيت، ازرع الدين في البيت، ازرع الدين في ولادك، علمهم على المسل والقيم والأخلاق. لكن ما تاخد ليش واحدة يا ابني جمعكم فكر الحاد، عشان تطلع برا انت هتقابل برا العجب ده. كل ده ما عرفش حاجة، ده كمان انجليزي بتاعه تعبان. هتدخلك جمعيات الحاد، وهتدخلك كلابس للحاد، يعني في، انا شفت مصريين اتجننوا يا ساده من الغرب، اتجننوا بمعنى كلمه اتجنن، معنى كلمه اتجنن من الحياه في الغرب، من دخل في علاقه خاطئه، من دخل في علاقه خاطئه ودفع الثمن غالي غالي. اتجننوا، دخلوا مستشفيات الامراض النفسيه، انا شفتهم بنفسي من خلال عملي في امريكا.
نخلي بالنا على عيالنا ونحافظ عليهم ونشوف ولادنا بيعملوا ايه. وحافظ الله على مصر وكل شعب مصر وكل شبابنا من الضياع. ما تبيعش نفسك رخيص، خليك فوق وكرامتك فوق. لو هتكلها بدقة في بلدك، لو هتقعد مع بنت بلدك زيك، حبوا بعض. أجمل فترة في حياة لفترة شباب، عيشها. اوعى تدفن نفسك مع حد 45 سنة 50 سنة عشان تقول لي جواز سفر أجنبي ولا عيش برا. كل ده زايل، كل ده زايل. شفنا العجب في الخارج، لو اتكتب في كتب الناس ما تصدقهاش. أشكركم بالتوفيق للجميع. معكم دكتور بروفيسور عاشق لمصر وحابب مصر. الصفحة ديت كرم أمريكان إنجليش هدفها التوعية ورفع مستوى التعليم والتقليل من الجهل في الدول الشرق أوسطية، وأيضا تدريس اللغات الأجنبية. حافظ الله على مصر وعلى كل شباب مصر اللي هو الثروة البشرية لمصر. سلامي لكل أهل بلدي المصريين وتحياتي لكل شعب مصر. شكرا. معكم بروفيسور كرم أنيس من الولايات المتحدة الأمريكية. باي باي.